السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثنا عن رخصة موثوق. وشو موثوق؟ هل هو إلزامي لكل معلن، كل مواطن، كل أجنبي؟ وش يشمل موثوق أو رخصة موثوق من المنصات؟ كيفية التسجيل في موثوق؟ أسئلة وأجوبة عن منصة عن رخصة موثوق؟ ما هي الغرامة المالية لمن يخالف هذه الأمر أو هذه التعليمات؟ وفي الأخير راح نتكلم عن الرخصة، وهل هي مجزية لكم من تطلعونها أو أنكم تفكروا بشيء آخر. تابعوني في الدقائق القادمة. رخصة موثوق هي باختصار بكل بساطة يجب أن يكون لديك رخصة كي تعلن على منصات التواصل الاجتماعي للأفراد. الهيئة المشرعة لها هي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية. هذه منصة موثوق، تكتب موثوق في جوجل راح يوصل لك للصفحة الخاصة في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. هذه بعض تعريفاتي موجودة عندهم عن موثوق، وبعض الأسئلة والأجوبة. رخصة موثوق لما تطلعها تكون عندك قدرة أنك تعلن على سناب شات، على إنستغرام، على فيسبوك، على يوتيوب، وعلى تويتر. يصير أنك ما عندك أي مشكلة مع وزارة، مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتقدر تعلن بعد ذلك. كيفية التسجيل في رخصة موثوق؟ هل الرخصة إلزامية؟ نعم إلزامية إذا كنت تبغى تعلن على منصات التواصل الاجتماعي للسعوديين وغير السعوديين. دونها لا تستطيع، وتكون عرضة للمخالفات تصل إلى غرامات مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي. أول شيء كيف نوصل للموثوق؟ نكتب بس موثوق في جوجل، وراح أترك لكم الرابط الموجود في الأسفل تحت صفحة موثوق، وراح تطلع لي في أول صفحة لو تشوفونها موقع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. تدخل عليها، هذا موثوق تكلم عن الترخيص، تقديم الأفراد، المحتوى الإعلاني. وضح لك ما هي الخدمة والرخصة، أنك تكون مرخص لك أنك تعلن على منصات التواصل الاجتماعي. وأول ما بدأ ما هو موثوق فتكلم فيها، بعدين تطرق إلى الأسئلة الشائعة، هذه لابد انك تطلع عليها وتشوفها. ربما يكون اهمها اول سؤال يكون اهم شيء ويكون لديكم، واللي هو هل ينفي التعاقد مع شركة دعاية اعلان عن ترخيص موثوق؟ لا. وهل يشمل ترخيص مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم يشمل جميع مواقع التواصل الاجتماعي، عشان كذا لازم تكون مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيك جاهزة، تكون جاهزة لأنك راح تدخلها في نفس الرخصة. لأن تتقدم راح نشوفها بعد شوي كيف أنك تدخلها كلها، وبعدين ما راح تقدر تغيرها ولا تقدر تنقل الرخصة لشخص ثاني. هل إيقاف الحساب يعني تخترق الحساب؟ هل توقف التاريخ الموثوق؟ تقول لك الهيئة أنا ما شغل فيك، أنا الشيء شغل في المحتوى اللي باسمك. تغطيات المطاعم والمقاهي يجب أن يحصل عليها يكون عندك رخصة؟ نعم يجب يكون عندك رخصة. هذه الأسئلة لازم تطلعون عليها، وراح نتكلم في الأخير عن مدى جدوى أن يكون عندك الرخصة هذه، تدفع 15,000 ريال سعودي قيمتها لمدة 3 سنوات أو عدمها، يمكن تكون ما تكون لك مناسبة. هذه شروط طبعا الحصول على الرخصة، يكون فوق 18 سنة، ويكون المحتوى يعني المحتوى يعني مناسب للمجتمعنا، وفي أشياء راح نقرأها سوا فيما بعد. من هنا تبدأ الدخول للخدمة، تنقر على الدخول للخدمة، يوديك للصفحة هذه النفاذ الوطني، وعندك خيارين لما تدخل عن طريق النفاذ الوطني أو عن طريق أبشر. تختار اللي في النص، طبعا انت مش موظف ولا مستثمر فتختار اللي في النص، تضغط دخول. اما انك تدخل عن طريق النفاذ الوطني او عن طريق ابشر كلها واحد. في النهاية راح يوديك الى الصفحة الرئيسية الخاصة في صفحة موثوق، ومنها تسجل بياناتك واسمك، وأيضا حساباتك في التواصل الاجتماعي، حتى أنك تستطيع بعد ذلك تعرض الإعلانات بدون أي مشاكل. هذه طبعا طريقتهم، طريقة الدخول كيف تدخل.
وهذا في الدليل الإرشادي الموجود على صفحة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مذكور فيها كل التفاصيل. لما توصل لهذه النقطة تضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم تضغط إرسال، يأتيك أمر بالسداد وتقوم بتسديده. تنتظر من 48 ساعة إلى 4 أيام حتى تصدر لك رخصة أو رخصة موثوق لمزاولة الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي. هذه البيانات كلها اللي تذكر تسجلها، بعدين تطلع لك هذه الرخصة باسمك ورقمها، الأهم طبعا الاسم ورقم الرخصة، وهذا اللي تسمح لك أن يكون لديك إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي. الإجابة لهذا السؤال بكل وضوح، إذا كان دخلك الشهري من الإعلانات أكثر من 417 ريال فهي مجزية لك، وتستحق أنك تستخرج أو مفروض أنك تستخرج ترخيص موثوق. إذا كانت أقل من 417 ريال فأقل من 417 ريال فلا، ننصح باستخراج موثوق وتدور لك فكرة ثانية غير الإعلانات. ليش 417 ريال؟ أنت لو أخذت قيمة الرخصة مدة 3 سنوات قيمتها 15 ألف ريال سعودي، ولو قسمتها على عدد الأشهر داخل 3 سنوات راح تطلع لكل شهر 417 ريال. ومن هنا جت الحسبة، إذا أنت دخل من إعلاناتك أكثر من 417 ريال بفارق كبير، يعني تصل إلى 600 إلى 1000 إلى أكثر من هذا المبلغ، أو أنك في بزنس راح ينمو، ممكن تكون في بزنس من عندك قناة على اليوتيوب راح تنمو، شهر هذا 400 شهر جاي 600 شهر اللي بعد وهكذا، فننصحك انك تستخرج رخصة موثوق، واذا كان غير ذلك فلا ننصحك. تحياتي الجميع.